السلام عليكم، تحياتي أبو كرام إلى كل المشاهدين كلهم. بقى كم ساعة إن شاء الله على المباراة بإذن الله. بكرة الهمة عالية عند الشباب كلهم، راح نفرح الشعب السوري كله بالفوز والتأهل إن شاء الله. ولا تنسونا من دعواتكم. يعني بالمناسبة بدي أحب أشكر كل من وقف معنا بالفترة اللي راحت. لا سمح الله لا قدر الله إذا الله ما كتب لنا التأهل بكرة، لسه في تقريبا عندنا بعد شي سنة أو سنة وشهر كأس آسيا. نطلب من الجماهير دعمها لنا. معانا عدي جفال اللي هم بكرة تمام بكر تمام على الان ان شاء الله بوجود اللاعبين الاشاوس إن شاء بكره الله. مباراه مهمه ان شاء الله دعواتكم يا رب يا رب واتمنى كل التوفيق ان شاء الله للاعبين لا جميعا تنسونا من دعواتكم بإذن الله. الفريق كله راح ان يكون شاء الله جاهزية كاملة والتوفيق من ان الله. شاء الله طول ما النمو موجود يا الله، السلام عليكم. سلام